تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم جائزة شعلة السلام من رئيسة جمعية تعزيز السلام صاحبة السمو الإمبراطورية الأرشيدوقة هيرتا مارغريت، وذلك كأول رئيس وزراء عربي تقرر الجمعية منحه هذه الجائزة، تكريما لسموه كشخصية لها دور بارز في مجال العمل الإنساني ودعم السلام وتوثيق العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم. وقد أقيم احتفال بهذه المناسبة في قصر القضيبية صباح اليوم بحضور صاحبة سمو الإمبراطوري الأرشيدوقة هيرتا مارغريت رئيسة الجمعية جمعية تعزيز السلام النمساوية، والدوق ساندور فون هايزبورغ نائب رئيس الجمعية، وعدد من الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة ورجال الصحافة والإعلام ورؤساء تحرير الصحف المحلية. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن تقديره لجهود جمعية تعزيز السلام وما تقوم به من دور في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وبث روح التسامح من أجل أن يعم السلام والاستقرار في ربوع العالم. وقال سموه إن الجائزة هي تكريم لشعب البحرين وما يجسده من نموذج للانفتاح والمجتمع المتآخي والمتماسك بقيم التماسح التسامح والتعايش السلمي بين جميع مكوناته، مشيرا سموه إلى أن البحرين شكلت على مر العصور ملتقى تنصهر فيه كافة الحضارات والثقافات وينعم فيه الجميع بالحرية والمساواة. وأكد سموه أن الجائزة تعتبر بل تعبر عن المكانة التي تحظى بها البحرين كبلد محب وداعم لجهود إحلال السلام العالمي ونشر ثقافة وقيم التآخي والتعايش والمحبة من أجل عالم يسوده الأمن والاستقرار. ونوه سموه إلى أهمية دور المجتمع كشريك تحمل المسؤولية والمبادرة لتعزيز السلام العالمي من خلال حشد الجهود لمواجهة التحديات الدولية المتعاظمة ورفض كافة أشكال العنف والإرهاب التي تهدد استقرار المجتمعات وتقوض جهود التنمية والبناء، مشيدا سموه بجهود جمعية تعزيز السلام ورسالتها النبيلة في تعزيز السلام. وقال سموه إن الحفاظ على السلم والأمن العالميين يبدأ من ترسيخ قيم ومبادئ التعايش والتسامح كثقافة تغرس في النفوس وتترجم إلى علم، بل تتترجم إلى عمل خلاق يدعم حق الشعوب في أن تحيا في سلام وأمان يكفل لها المناخ الملائم للتنمية في كافة المجالات. وقامت صاحبة السمو الإمبراطوري الأرشيدوقة هيرتا مارغريت رئيسة جمعية تعزيز السلام خلال الاحتفال بتسليم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة شعلة السلام. وأكدت رئيسة الجمعية في كلمة ألقتها خلال الحفل أن منح جائزة شعلة السلام لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يعبر عن تقدير مستحق لدور سموه الريادي في تعزيز العمل الإنساني والسلام على مستوى العالم. وقالت إن صاحب السمو رئيس الوزراء شخصية عالمية تحظى بتقدير واحترام دولي رفيع ولها سجل حافل بالإنجازات العالمية، وأن الجمعية تنظر بمزيد من الفخر والاعتزاز إلى ما أنجزه سموه كداعم للعمل الإنساني الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعوب في السلام. وأعربت عن تشريف الجمعية بمنح جائزة شعلة السلام لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تقديرا لدور سموه في تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل وقيم التسامح والتعايش بين المواطنين البحرينيين ودعم سموه المحوري للسلام والأمن الإقليمي والعالمي، ونوهت إلى ما يتمتع به سموه من سجل حافل في تعزيز جهود التقارب بين الشعوب والاهتمام بثقافة السلام والتعايش كأساس للنهوض بالمجتمعات، وما يتبناه سموه من مبادرات للحث على رفض كل الممارسات التي تشكل خطرا على حاضر ومستقبل البشرية ونهج سياسات توفر الرؤية والتعايش السلمي في المملكة. وأشادت في كلمتها بما يطلع به سموه من دور في تعزيز التوسع الحضري المستدام وتعزيز التراث والثقافة، مشيرة إلى أن الجائزة التي تم منحها لسموه تأتي تقديرا لالتزام سموه بالتنفيذ الفعال للأهداف الإنمائية للألفية وجعل البحرين نموذجا رائدا للإنجازات والنجاح في مجالات التنمية المختلفة إقليميا وعالميا. هذا وأشادت بما شهدته في مملكة البحرين من مظاهر حضارية وتنموية تعكس نجاح حكومة المملكة في جهود التطوير والبناء وتوفير كافة المتطلبات الحياتية لشعبها، والتي انعكست بدورها على ما يتمتع به المجتمع البحريني من حرية وتنوع وانفتاح.